أنا في تونس ناشطة نسوية وضد العنصرية، الشيء هذا يعرضني إلى مواجهات مع الناس. ليه عم نحس إنه منصات التواصل الاجتماعي تحولت أحياناً لنشر خطاب من الكراهية؟ 1000 كومنت إجاتش على البوست اللي نزلتيه، طب شو كانت العبارات اللي يتوجهون فيها إلك؟ كلامنا واعم. الليلة 10 بتوقيت السعودية على MBC 1.